السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مهدي أحمد، نلتقيكم اليوم في الدرس الثالث من سلسلة الدروس المنوعة التي يتم تقديمها في جروب انفورميشن تكنولوجي. السلام عليكم شباب. الليلة هنتعرف على الباي كيو تي فور. طيب، أول حاجة خلينا نشوف باي كيو تي فور دي شنو. باي كيو تي فور هي مكتبة تم دمجها مع بايثون. أصلا باي كيو تي هي جاي من مكتبة كيو تي الشهيرة اللي بنبني بها واجهات. طيب، تم دمجها مع بايثون، تمام، وانشأوا منها ودخلوا فيها كمية بتاعت موديولز وسموها باي كيوتي، تمام. فيها كم فيرجنز، النسخة الأظرف وأخف وأسهل استعمال هي باي كيوتي 4. في باي كيوتي 5 طلعت جديدة، طبعا ما بنصح انه تتعامل بها لأنه هتلقى لها شروحات كثيرة. طيب، الباي كيو تي فور بتعمل شنو؟ بتسمح لبايثون بانه تنشئ واجهات واسمها كروسومية، يعني واجهة كده يكون فيها بوتون ازرار واسمها دايلوج شنو ما بعرف ايه. الواجهات الرسومية دي، ده مفهوم الواجهات الرسومية عامة، زي بالضبط كده زي الفيجوال بيزك كور فيجوال دوت نت، تمام، او اي حاجة فيها واجهة رسومية. طيب، كيف نجيب الباي كيو تي فور؟ كالعادة تخش جوجل تكتب باي كيو تي فور، وعم جيب لك كمية بتاعة رابط، ده اللينك بتاع الداونلود. انا جبت الكيو تي اول حاجة، اوريكم الدوكيومنتيشن بتاع الكيو تي الاصلية، تمام، ده الدوكيومنتيشن بتاع الكيو تي. اوكي، طيب، باي كيو تي فور، تمام، ده الداونلود بتاع الباي كيو تي فور. بتجي على يدك اليمين هنا عندك باي كيو تي 5 وباي كيو تي 4، بتدق على باي كيو تي 4، تمام. اذا انت مستخدم لينكس او ماك نزل ملف من الملفات دي، اذا انت مستخدم ويندوز بتنزل النسخة اللي بتعجبك، وكمان حسب نسخة البايثون عندك، سواء بايثون 2 ولا بايثون 3.4، تمام. دي الحاجات اللي بتنزل مع البايثون. عندك كيو تي ديزاينر هنتعامل بيها الليلة في الحلقة دي ان شاء الله، وكيوتي لينجيتس، كيوتي اساينت، بي واي سي، بي واي يو اي سي 4 برضه هنتعامل معاه الليلة. المهم، دي كيفية التحميل. بعد كده بنمشي لوين؟ نمشي للدوكيومنتيشن بتاع الباي كيو تي. طبعا اي حاجة انت عايز تدغنا استحسن انك تقرا الدوكيومنتيشن بتاعه، تمام. طيب، خلينا نبدأ في برنامج صغير كده بال باي كيوتي. اول حاجة ننشئ فايل للكلام ده. طيب، فولدر نسميه باي كيوتي فور. اوكي، يكون الفولدر ده هو اللي هنشتغل عليه مشاريعنا وحياتنا. طيب، خلينا نعمل فايل عادي نسميه مثلا تيست دوت بي واي، نعمل تيست للباي كيو تي فور. طيب، اول حاجة هنعملها هنقوم ندخل 3 لايبراري، او نعمل امبورت لكم لايبراري. طيب، طريقة الادخال، عفوا لحظة بس، جهاز كان بيهنج زي عقول المصريين. طيب، أول حاجة نقول from by qt4 dot qt core اسمعك import asterisk، عفوا، أو import تخلي كل الحاجات في المكتبة دي، from by qt4 dot qt geo، طبعا دي المسؤولة عن إظهار الواجهة، import asterisk، تمام، import sys system، عفوا، ده اللي أنا بحبه في المحررات استكمالات الغاية. طيب، بعد كده، بعد ما دخلنا الثلاثة لايبراري دي، طبعا
الادخالات دي المكتبات دي حاجات اساسية في اي برنامج، في اي واجهة انت عايز تصممها هتعمل الكلام ده. تمام، هنعرف متغير اسمه اب، نسمه كيو ابليكيشن، ده اللي هو لانشاء تطبيقات. تمام، هنعمل سيس دوت ار جي في. تمام، الار جي في دي عشان اذا مثلا تطبيقنا عايز يتعامل مع التيرمينال زي ما بقول، او السي ام دي، او مع الواجهات الخطية كوماند لاين اذا عايز تتعامل معاها او عايز تمرر لها قيمة او كده، دي مهمة تأسيس دول ار جي بي. تمام، طيب بعد كده هنعرف غير اسمه ويندو، دي اللي هي النافذة بتاعتنا زادة. تمام، ويندو equal to q widget widget. اوكي، بعد كده هنقوم نقول ويندو دوت resize. اوكي، هنقول مثلا 400 × 350. بعد كده هنقوم نقول up dot exit. تمام، اذا عملنا run ما حدث حاجة. تمام، فعلا ما ظهرت حاجة. عفوا لحظة بس، run as Python interpreter. بايثون، تمام، عندنا ايرور exit. تمام، نعمل له ران ثاني. تمام، هو شغال ولا حاجة بس ما ظهر لي حاجة. طيب عشان يسر لنا هنعمل اللي هو الأمر ويندو دوت شو. تمام، لو عملنا ران هتظهر نافذة. تمام، زي ما شايفين دي النافذة بتاعتنا، تقدر تتعامل معاها تكبر تصغر اي حاجة. تمام، ده بالنسبة على انشئ نافذة بالكود وكده. كويس، معاك شوف التايم بس. طيب تاني حاجة، كيفية انشاء تتعامل مع ال QT design، تلقاه في الهزمة بتاعت ال QT up. اوكي، في هو ياخدها تلقى ال QT designer. طيب نعمل فايل نيو. تمام، كيو ويدجت، ممكن تختار اي نافذة، انا بختار كيو ويدجت. هنشرح يعني شنو كيو ويدجت وهنا مستقبليا اذا احتجنا نشرح الكلام. طيب مفهوم هنا هي دراج اند دروب. تمام، نشيل مثلا بوش بوتون هنا زي مفهوم ال فيجوال زي ما قلت لك. تكست ايديت، تمام، نعمل كوبي بيست. تمام، بعد كده هنختار ليفل. تمام، اعمل له كوبي بيست. طبعا فيه خصائص جميلة جدا، خلينا نسمي ده مثلا يوزر، نسمي ده بس. اوكي، خلينا نعمل فايل الغي، نعمل فايل سيف. تمام، نحفظ الكلام ده، خلينا نحفظه في لفة documentation في الملف بتاع باي كيوتي فور. تمام، كيوتي فيو سيف. اوكي، بعد كده احنا ما عايزين الكلام ده، هنقوم نفتح المسار بتاعنا بتاع بتاع البايثون. نعمل زي ما شايفين ده الفايل بتاعنا اللي هو untitled دوت يو اي. طيب ندوس شيفت وكليك يمين، اسمع شيفت كليك يمين،
open command in this window. طيب هنعمل شنو؟ هنتعامل مع ال py ui c4 اسمها py ui c4 تمام. ندوس دوت او اسم الفايل اللي هو un تمام دوت ur هنحوله ل بايثون فايل اللي هو هنسميه مثلا form.py انتر form.py هنعمل الماينس او هنا ايرور فايل. طيب زي ما شايفين تحول لملف بايثون. خلينا نفتح edit edit اي حاجة تأكد انه هو كود بتاع فورم او في عندنا مشكلة. لحظة بس. طيب خلينا نطبق تاني shift open command. طيب هنعمل by ui c4 minus x حافظ الاسم حقيقي. طيب اللي هو minus o هسميه for dot by برضو مدينا not well format time one column one. هعمل بوز بسيط واشوف المشكلة منه. طيب اتضح انه في مشكلة في تصميم الفورم نفسه، ما اعرف غلطت في شنو بس كان في مشكلة. طيب الطريقة الصحيحة للتحويل هي بي واي يو اي سي فور. اوكي اسم ال اسمه شنو اسم التصميم اللي هو فورم دوت يو اي، زين نحوله ل فورم دوت بي واي تمام. حول ويدينا الكود هنا. طيب خلينا نمشي للإكليبس نعمل فيش تمام تاع الفورم دوت بي واي زي ما شايفين. هيدينا كود طويل عريض تمام. عشان ننفذ الكود ده ونخليه يظهر لازم نعمل كم حاجة، وصراحة زمن الفيديو روح. عشان كده هنخلي الكلام ده للمرة الجاية، ومنه كمان نكون احنا عشان الفورم. طبعا ده هو الفورم اللي هنشتغل به في الدرس الجاي، نكون عشان الفورم نربطه بالداتا والموضوع يكون واضح وكده. طيب شكرا جزيلا لحسن المتابعة، كان معكم اخوكم مهدي احمد. رجاء علقوا ادونا الفيدباك بتاعت الفيديو، عجبكم ولا لا، فيديو شين الفيديو حلو، المهم اي حاجة تمام. حتى لو ما لك علاقة ببايثون ورينا اذا الفيديو عجبك ولا لا. وشكرا جزيلا، سلام عليكم.